معلش ابو محمد هذه بس اسمح لي يا زميل اسمح لي بس اسمح لي يا اخ احنا مش ضد الاعلام وانتم تعرفون اكثر واحد مشجع للاعلام انا احنا بنتحدث عن تفاصيل وسنضع الاعلاميين بكل التفاصيل من الالف للياء اذا تكرمت علي بس خليه يكمل معالي الوزير بعدين بدي اصور كلمتي اذا سمحت عفوا انا كلمتي بدي اصورها احنا راح نصور لك وانا بقول كل واحد بيعمل مداخله وراح يصورها توقف بارك الله تفضل خلي واحد الموضوع واضح للناس ودولار ودولار اخواني هذه ليست هذه ليست اخر جلسه ولا اول جلسه كله بالدولار خليني ارجع عيدها هي تفضل معالي الوزير